انا بحفظ القران الكريم، بس لما ببعد كده وبحفظ ايات كتير بحس ان انا حسيت من الايات اللي انا حفظتها، فبرجع احفظ من تاني. اعمل ايه؟ حاضر يا فندم. ماشي، شكرا لك فضيله الشيخ وجزاكم الله كل خير. شكرا وإياك يا يا حبيبي. فندم. علماءنا علمونا قاعدة مهمة جدا، يقولوا قلل المقدار وأكثر من التكرار. التكرار، قلل المقدار. انت كتير من الناس يقول لك انا عاوز احفظ قرآن. طب يا سيدي ماشي، هنحفظ مع بعض قرآن، بس مولانا اخلصه في قد ايه؟ يا عم انت بدأت 10 سنين. لا لا كتير قوي، اقعد بقى. فيجي بعد 10 سنين هو لسه عاوز يبدأ القرآن. فدايما نقول كده قلل. علماءنا الشناقيطة يقولوا بياخدوا بحاجة اسمها، هم عندهم افراد العلوم، افراد العلوم اللي هو ايه، هاخد القرآن، فمش هاخد جنبه حاجة الا القرآن. احفظ حديث، هو الحديث هاخد، احفظ الفية ابن مالك، هي الالفية ومع الشرح، ومش هاخد حاجة تانية جنبيها. فيقول له والله القف ده بمقدار الاصابع الاربعة دي، يحطها على المصحف كده. فبتعمل ايه، 4 سطور مثلا ولا حاجة، او 5 سطور، يقول لك هو ده. تقعد تصحح اللوح ده على الشيخ، وبعدين تبدأ تقرأه على نفسك حتى تهضم هذه الآيات. اقعد احفظها بقى واكرر 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 لغاية لما انا زهقت. يقول لك كده خلصت؟ يقول اه. يقول له اقفل بقى المصحف، وشك للحيط وقفاك ليه. طب هعمل ايه؟ يقول لك وشك للحيط، اقراها كم مرة؟ الشناقيطة بيعملوا كده 200 مرة، ده في هنا، وبعدين الجنب ده 200 مرة، وبعدين الجنب ده 200 مرة، والجنب ده 200 مرة، يبقى كده كام؟ 800 مرة. بس اقعد طول النهار في الايات دي. اه، في المره الثانيه هتعمل نفس المساله، بس اللي فات بتاع امبارح يبقوا 50 مره. بس كتير قوي يا مولانا، ده زهق، ده ايه ده؟ خلاص ما تعملش كده، اعمل 20 مره هنا، 20 مره، على الاقل 100 مره يوميا في اللي هو الايه، القف، بيسموه القف. يبقى قلل المقدار واكثر من الايه، واكثر من التكرار. احد المشايخ كان سبحان الله يقول لك انا عاوز احفظ القران، فيحفظ القران. هو اصلا الراجل ده كان فاتح محل في مدينه الرسول على صاحبها الصلاه والسلام، فاتح محل كده. فيبدا يعمل عنده السبحه اللي هي الالف، السبحه الالف، ويبدا يصحح بعد صلاه الفجر في مسجد حضره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام المقدار ده، وبعدين يطلع بقى. فيطلع من اللي هو باب قبة، واخد بال حضرتك؟ فيطلع من باب قبة كده، وبعدين يروح داخل ومسلم على سيدنا النبي، ولافف اللفة دي كلها على السبح العداد. هو خلص وحفظ، ويقعد يكرر 1 2 3 4 5 6 7، يقعد، ما هو مش بيقول 1 2 يعني، هو بيكرر الآيات دي اللي هو حفظها دي. وبعد ما يخلص، عبال ما يوصل يعمل لفتين كده، يكون خلص الألف مرة. ألف، يقول لك أنا أقعد كده لغاية 8 الصبح، قاعد عمال زي النحل. وبعدين يقعد في المحل زي الباشا، الراجل ده يبيع ويشتري ويعمل ومش عارف ايه. يجي خلاص، كان الاول يجوا على المغرب كده، ما كانش فيه انوار، يقول لك وكنا نقفل كده ونروح على مسجد سيدنا النبي نسمع درسين ولا بتاع، ونقعد اجي قبل ما ننام اراجع كده، يجي 10 20 مره كده اللي انا عملته بس وخلاص. بالطريقه دي عمل ايه؟ حفظ القران خلاص، وبعدين ما شاء الله حفظ الـ 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 القراءات السبح، وحفظ ما شاء الله متون كثيرة جدا جدا. كان عاوز يكمل العشر، فقالوا له والله العشر دي في مصر. قال والله لو كنت أعلم، يعني لو كان معايا فلوس أقدر أسافر بها إلى الشام أو إلى مصر عشان أحفظ العشر لذهبت. واكتفى بهذا القدر، والراجل زي الفل. بإيه بقى؟ بحاجة بسيطة. أحدهم بيحكي، يا أخوانا معلش قبل السؤال الثاني، يقول والله كان طالب فيه يعني ضعيف جدا جدا، غبي غبي يعني غبي، وبعدين يجي سبحان الله تفوق على أقران. يقول له ابني أنت بتعمل إيه؟ يقول له والله يا سيدنا بكرر كتير، أقعد أكرر البيت ده لغاية حافظ. إيه بقى؟ حافظ القرآن، وحافظ ألفية ابن مالك، وحافظ الشاطبية، وحافظ ألفية العراق في الحديث، وحافظ ألفية في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقولوا أنت بتعمل إيه؟ كنت بتكرر البيت قد إيه؟ قال لو 500 مرة محفظ. أمال بتاعي؟ يقول لك 700 800 مرة.